المايسترو إليل علياء، أنا بدرح فيك عبر موقع الفن. إحنا اليوم موجودين بكواليس تصوير الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من ذا ستيج. أنا يعني عرفت من كارلا بعد في كمان موسم ثالث كمان؟ صبحي هالموسم والموسم اللي قبله كمان مليء بالنجاحات وحضورك كان مميز لأنه حضرتك مبدع ورفقت كتير عدد كبير من الفنانين. اليوم شو بتقول للإعلامية كارلا حداد ولكل فريق العمل؟ واليوم كيف بهيك بتلخص لنا تجربتك بهالموسمين؟ أول شيء تحية لألكم ولكل اللي عم بيشوفونا. البرنامج أول كومنت سمعته حلو عن البرنامج بأول سيزن بأول حلقة، صرت أسمع الناس عم بيقولوا لي البرنامج مرتب وهيدي أحلى هدية من الناس. بفتكر كل اللي تكرموا خلال هال 2 سيزن اللي انعملوا أكيد بيستاهلوا على الأعمال اللي عملوها، لأنه شو ما صار وشو ما تغير بالفن في اشياء ستاندر عم بتضل. يعني هالاغاني اللي مرقت معنا ونلعبت بعدها لليوم بكل هالاجيال اللي قطعت صار مرق كذا جينيريشن بعدهم بغنوها، فهذا دليل انه هذا النوع من الفن ومن الاغاني ما بيموت، ما عم بيموت. الحلو بالبرنامج اجا حتى يأرشف هيديك المرحله، الثمانينات السبعينات التسعينات، حتى عم يرجع يعمل دوكيومنتير عن الـ عن الـ عن هديك المرحله، بيرجع بيعمل عم بيرجع يارشف هديك المرحله ولكن بحل جديده باضاءه جديده بشكل جديد. هذا شيء كتير حلو. هالفنانين يلي مرقوا ثبتوا انه هيدا الطبخه اللي كانت تصير زمان بالاغاني هي يلي عم تعطي نتيجة اليوم لتقول انه هيدا هو ليش بسموه الزمن الجميل، هيدا كان الصح. انا مع التطور مشان حدا ما يفهمني غلط، انا كتير مع التطور، كتير مع انه نتأقلم ونتقدم ونمشي ونتعصرا، ولكن مع الحفاظ على اشياء مش لازم نفقدها لحتى يضل في مستوى، لحتى يضل الكواليتي عالي. حتى ما يكون عم بتفلسف كتير، باختصار أنا انبسطت بهالتجربة بهالبرنامج. كان في أول سيزن تاني سيزن، كان إلي الشرف شارك مع هالفريق العمل يلي عطى نتيجة. أكيد كارلا بحييها من أول حلقة وشفت قديش عملت نقلة نوعية بهالبرنامج. هلأ عم بتقلي في سيزن تالتي، ما بعرف هون الخبرية صارت بالنسبة لي عادي، صرت بجي لهون بجي كأني جاي على جاي عبيتك، جاي بين عائلتي. هذا الجو الألف اللي عم ينحط أكيد عم بيطلع هالنظافة بالشغل، هال إذا بدك يعني بتشوف البرنامج لايت، وهيدي شغلة أنا بحبها لأنه هالنعومة والسلاسة اللي عم يقطع فيها البرنامج يمكن هي اللي عم تعطي نتيجة أحسن وأحسن. برجع بقول تحية لكل يلي تكرموا، تحية لكل يلي بدهم يتكرموا، نحن واجباتنا نحافظ عليهم ما قلنا بجميل. طيب اليوم خبرنا مين أقرب فنان لألك أنت هيك بتفهم مع بعض دغري وفناني كمان؟ هذا السؤال كتير بنسأله. أنا عم بعمل شغفي، هيدا الباشن تبعي. انا بقول دايما انه لما بصير عم بروح على حفلتي او على اي كونسرت ومعتبر نفسي رايح على الشغل، بوقف هيدي المصلحه ما بقى اعملها، بروح بعمل شيء تاني لانه هيدا شغفي وهالقد انا بحبها. انا بحب كل شيء فن عم بيتقدم، بقدمه بحب وبقدمه بفرح، بفتكر هالفرح بيبين على وجهي. يعني انا ما بتصنعه. كرمال هيك ما عندي فنان واحد مقرب، في كتير فنانين بحبهم مثل كتار بدك اسامي يعني، بس انا ما بفوت بهاللعبه لانه مش بفوت هربا، بس انا بتخاف تنسى حدا. يعني اذا بتلاحظ بيختلف مستوى الفنانين يلي بيمرقوا بالبرامج، في ناس كلاس A في ناس كلاس B اوقات او شيء من هالنوع، بس ما بيختلف مستوى العزف.
من هون تعرف قديش انه نحن منحب شغلنا، وبذات الوقت هالموسيقية والفرقة اللي معي اللي دايما وجه لهم تحية، محترفين محترفين بالديسيبلين قبل ما يكون محترفين بالعزف، يعني بيعرفوا يأدوا الطريقة بشكل احترافي ما يميزوا حدا على حدا، وهيدي كتير أساسية بالشغل. مايسترو كمان شفنا مؤخرا بنتك فانيسا صارت عم بتغني، شو نصيحتك لها؟ شجعتها انها تفوت هالمجال او لا؟ اكيد ما بوقف بدربها، هيدا شغفها من هي وصغيرة، بشجعها مطرح ما قدر شجعها، بدعمها مطرح ما قدر ادعمها، والباقي توفيق من رب العالمين، وهي بتعمل اللي بيناسبها. صارت راشدة، عندها أفكارها، عندها آرائها، عندها شخصيتها، بطلب انه الله يوفقها مثل ما بيوفق كل العالم. تعرض عليك الغنية قبل؟ بتسألني اوقات، نتخانق اوقات على كتير اشياء، وهذا شيء طبيعي وحلو، ولكن اخر شيء طبعا بتعمل اللي هي بتحسه وبتحبه، وانا معلمها انه ما تعمل الا شيء اللي هي بتحبه. بدعي لها بالتوفيق يعني بكل بساطة. فانيسا أنا بحبك. المايسترو إليل علي، أنا بدي أتشكرك وقت من لك كل التوفيق والنجاح. Thank you، شكرا لكم، يعطيكم العافية. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.